مراسلنا من الباحة أحمد البرتاوي. أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. لماذا أهدى الشاب أصيل 1600 شتلة جاكراندا قام بزراعتها، أهداها لمنطقة الباحة؟ أهلا حسن، مساء الخير علينا وعليك وعلى جميع السادة مشاهدي قناة الإخبارية. قبل أن أجيب على سؤالك، فعلا هذه المبادرة الرائعة التي أطلقها هذا الشاب أصيل الغامدي، وهو أحد أبناء منطقة الباحة، أكثر من 1600 شتلة جاكراندا أهداها لمدينة الباحة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر. أطلق هذه التغريدة وجدت تفاعلا كبيرا من جميع الأهالي وكذلك أيضا من الجهات المسؤولة. أما لماذا أهدى هذا الشاب منطقة الباحة هذه المبادرة؟ سنحول السؤال إليه، فهو الأجدر بهذه الإجابة. دعوني أرحب أيضا بالشاب أصيل الغامدي. حياك الله أصيل، وفي البداية شكرا لك لقبول الدعوة وعمل رائع وموفق بإذن الله عز وجل. إذا ممكن تحدثنا لماذا اخترت هذه المبادرة بالتحديد؟ أولا مساء الخير عليك أخي مهندس أحمد، عليك وعلى جميع المتابعين. الحقيقة شرف لي أن أكون ضمن القناة الإخبارية، وهذا الشيء يكون يعني واجب علينا كأبناء منطقة وأبناء للوطن. جميل. حسن يسأل يقول لماذا أهديت الباحة بالتحديد هذه المبادرة؟ الحقيقة الباحة تستاهل، لأنه كأبناء منطقة كلنا نقف ونكون يد واحدة نبني ونطور منطقتنا. وكانت المبادرة الأولى المحفزة لنا اللي هي مبادرة سمو ولي العهد السعودية الخضراء، فكانت هذا الدافع معنوي لنا كأبناء منطقة وكأبناء وطن أن نكون ضمن هذه المبادرة ونبني مستقبل بإذن الله طموح بإذن الله تعالى. لماذا اخترت منصة التواصل تويتر لتعلن عن هذه المبادرة، وكيف شاهدت أيضا هذا التفاعل؟ الحقيقة منصة تويتر هي التي تجمع الكل صغير وكبير، وشاهدنا في الفترة في الأيام اللي راحت أنه كان في تفاعل كبير جدا، سواء من أبناء المنطقة ومن البلدية، وقدمت هذه المبادرة للبلدية خصوصا لأنه أشوف بعض الشوارع والمنتزهات فيها هذه الشجرة، والحمد لله كانت المبادرة موفقة بإذن الله، ونطمح أن تكون المبادرة هذه مطورة أكثر وأكثر والجاي بإذن الله أفضل. طيب أنت كأصيل، ما هي الرسالة التي تسعى من خلال هذا العمل إيصالها لبقية الشباب؟ والله الحقيقة أنه هذه المبادرة لازم تكون على الجميع، أن نقف كلنا يد واحدة وأن نتعاون، وكمبادرات يعني نطمح من الشباب أنهم يساهمون ويكونون يد واحدة في بناء مستقبل عظيم بإذن الله تعالى. وهذه الشجرة يعني مميزة بشكلها وبلونها، وبإذن الله تعالى نرى في المستقبل شوارعنا ومنتزهاتنا بهذه الشجرة المميزة بإذن الله، وأنك تقود أيضا مبادرة تكون حتى على المستوى الأكبر، على مستوى الوطن بإذن الله عز وجل. شكرا أصيل، إذا كان هناك بخط من كلمة أخيرة. الله يعطيكم العافية، شرف لي أن أكون معكم، وأوجه رسالة وشكري وتقديري لسعادة أمين منطقة الباحة لاستقباله لي وحفاوته وتحفيزه في هذه المبادرة، وقدم لي الدعم المفتوح أني أكون أمسك هذه المبادرة وأبني مبادرات إن شاء الله قادمة بإذن الله جديدة ومطورة لتطوير منطقتنا، وتكون باحتنا أجمل بإذن الله تعالى. الله يوفقك، يعطيك العافية. نعم حسن، هذا الشاب الرائع فعلا لديه رسالة رائعة يريد أن يوصلها، كما قال أنه يريد أن يجعل الباحة فعلا أجمل بمثل هذه المبادرات. طبعا أنا أريد فقط أن أشير أنه تواجد الآن في تحديدا في القافلة الزراعية هذه التي يعني أطلقتها وزارة الزراعة، والتي تنطلق اليوم هنا في منطقة الباحة وتستمر حتى يوم السبت بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الباحة مراسلنا أحمد البرتاوي. شكرا كذلك لضيفك الكريم صاحب هذه المبادرة.